موضوعنا اليوم راح يكون عن الخلايا الجذعية. ما هي الخلايا الجذعية؟ وما هي أهم خصائصها وأنواعها وتطبيقاتها؟ وما هي التحديات التقنية اللي قد تواجه نجاح استعمال هذه الخلايا؟ الخلايا الجذعية وتسمى أيضا الخلايا الجذرية، وهي مجموعة من الخلايا الغير متخصصة، ولكن يمكنها أن تتميز أي تتطور وتصبح خلايا متخصصة، وهي قادرة على الانقسام بشكل دائم ومستمر، وبذلك فهي متجددة، ويعتمد عليها حاليا كمصدر مهم لعلاج الكثير من الأمراض المزمنة والإصابات الخطيرة. ما هي أهم خصائص الخلايا الجذعية؟ أولا هي خلايا غير متخصصة، ثم هي قابلة للتجديد والانقسام والتمايز لأعضاء أنواع عديدة من الخلايا. ما هي أنواع الخلايا الجذعية؟ لدينا ثلاث أنواع من الخلايا الجذعية. واحد، التوتيبوتنت أو الخلايا الجذعية مكتملة النمو، وفيها كل خلية يمكن أن تتمايز وتصبح خلية جديدة. هذه الخلايا توجد فقط عند الأجنة وهي في مراحل تشكلها المبكرة. اثنين، البلوريبوتنت أو الخلايا الجذعية المحفزة، يمكنها إنتاج أكثر من 200 نوع من الخلايا، ونحصل على هذا النوع من الكيسة الأرومية للجنين بعد تشكلها من 5 إلى 14 يوما. المولتيبوتنت أو الخلايا الجذعية المتعددة القدرات، ويكون فيها الانقسام خلايا أكثر محدودية من الخلايا المحفزة، نحصل عليها من الخلايا الجذعية البالغة ومن أنسجة الجنين ومن الدم في حبل السريري للجنين. فمثلا الخلايا الجذعية البالغة نجدها في العديد من الخلايا والأنسجة، من ضمنها الدماغ والنقي العظام والأوعية الدموية وغيرها من الأنسجة. ما هي تطبيقات الخلايا الجذعية؟ تطبيقات الخلايا الجذعية هي تستخدم في إصلاح وترميم النسج كالأعصاب والجلد، وتستخدم في علاج السرطان والسكري وأمراض القلب. في علاج أمراض القلب باستخدام الخلايا الجذعية البالغة، حيث يتم استخلاصها من نقي العظام ثم حقن هذه الخلايا في القلب، الأمر الذي يحسن من الدورة الدموية لدى المصابين بتوقف في القلب والمصابين بالجلطات. أما المصابين بالسكري من النوع الأول، خلايا البنكرياس عندها تكون غير قادرة على إنتاج الأنسولين، ويتم استعمال الخلايا الجذعية الجنينية، تم علاجها باستخدام الخلايا الجذعية الجنينية فتتميز وتعطي خلايا كبدية جديدة. هذه الخلايا الكبدية الجديدة تكون قادرة على إنتاج الأنسولين. من أجل نجاح العلاج بالخلايا الجذعية يجب توفر عدة ظروف، وهي كيفية إيصال الخلية الجذعية إلى منطقة الهدف والمصدر الذي أخذ منه الخلية الجذعية، حيث يتم اختيار نوع ملائم من الخلايا الجذعية حسب الحاجة. فأخذنا مثلا خلايا جذعية نقوية لعلاج مشاكل القلب لأنها قادرة على تشكيل كريات الدم الحمراء جديدة. ثلاثة، التوافقية، حيث يجب أن تكون خلايا جذعية المأخوذة من إنسان آخر أن تكون متوافقة مع جسم المريض، وإلا سيتم القضاء عليها من قبل الجهاز المناعي لدى المريض، حيث يتم علاج الحروق الجلدية باستخدام خلايا جذعية مأخوذة من سطح الجلد السليم للمريض نفسه لكي لا يواجه المصاب مشاكل في التوافقية لاحقا. بهذا الشيء ننهي موضوعنا في الحديث عن الخلايا الجذعية وتطبيقاتها وأنواعها.